العيادات بالمسير رقم واحد، اثنين الأدوار المكونة، ثلاثة اللاعبون أو الممارسين، أربعة البنية التحتية المتواجدة كملاعب وغيرها، خمسة الجمهور المتتبع، ستة الجانب الطبي الاهتمامي، سبعة الجانب الإعلامي. هادو هما النقاط اللي كيدور فيهم النقاش كامل ديال كرة القدم، ما يمكنش نخرج على هاد النقاط. فتقول لي أنا الماركتينغ هادي هادي كلها كتدخل في عملية التسيير. فهاد هاد هاد الأسس الذكاء السبعة إذا كانت سليمة كلها سليمة كنعتقد بأن ستضمن استمرارية، لا محالة ستضمن استمرارية. على جانب المائدة المستديرة اللي تنظمت اليوم مقر الغرفة التجارية والخدمات والصناعة والخدمات بأكادير، واللي نظمها الإخوان ديال أكادير نيو أكادير ميديا، الموضوع ديالها كينحصر على حسنية أكادير وواقع حسنية أكادير بعنوان حسنية أكادير هوية جهة لابد من حمايتها او الحفاظ عليها. والنقاش نصب حول واحد بلعه كبيره من المحاور للخصوم الاخ سي بركه وكذلك الصديق سي العمالكي اللي تنظموا النقاش وسيروا او تراسوا هذه الجلسه ووزعوا الكلمات على الناس. النقاش او الموضوع تقريبا حصر واحد 20 متدخل، واللي تلخص التدخلات كلها دخلت في التدبير الإداري المالي والتدبير بصفة عامة ديال الفريق. الجانب الثاني تركز على تكوين اللاعبين، تكوين الأطور، تكوين الإداريين، تكوين الماليين إلى آخره. الجانب الثالث تركز كذلك على البنية التحتية والمشاكل اللي كتعرفها مدينة أكادير في إطار الهيكلة الجديدة ديال المدينة. ولكن مع هذه القضية الموضوع هذا ديال البنية التحتية كنعتقد بأن بلدية أكادير عندها برنامج موسع في هذا الموضوع وميزانية مخصصة لهذا الموضوع اللي غادي يقدروا يبدا الإنجاز ديال هذه العملية دي إحداث ملاعب جديدة في المدينة عما قريب إن شاء الله. كنتمنى على الأقل هذه الندوة ما تكونش عندها تكون لها نظرة سلبية، بالعكس هي نظرة إيجابية خاصها تكون، لأن ما التداول الموضوع كله تتم نقاشه في جو من الاحترام، جو من الهدوء، جو من السكينة. ما كاينش شي نقاش اللي كيتهم شي حد او شي حاجه من هذا القبيل. فكان نقاش موضوعي وراقي جدا، وكنشكر مره اخرى أكادير ميديا على هذا الموضوع، وكنتمنوا باش يكونوا هذه اللقاءات تكرر في المستقبل شريطه باش كل لقاء يتخصص له موضوع. مثلا غادي يجيو نناقشوا في اللقاء المقبل مثلا كاقتراح البنيه التحتيه ديال الممارسه الرياضيه في اكادير، ممارسه الرياضه بصفه عامه. مثلا تكلموا على التدبير المالي موضوع اخر، التدبير الاداري مثلا، التاطير الى اخره من هاد العناوين اللي غادي نخرجوا منها بخلاصه وتوصيات حتى الناس المسيرين المنتخبين وغيرهم غادي يستافدوا من خلال التوصيات اللي كنخرجوا بها اللي غادي يبنيو عليها برامجهم في المستقبل. تحيه للجميع والسلام عليكم. في الارتباط والافتخار والاعتزاز بما حققه فريقنا الوطني بقطر، بدون شك ان هذا الانجاز العظيم والباهر الذي تحقق بفضل مجموعه من اللاعبين، مجموعه من الاطقم الغذائيه والاطقم الطبيه والاداريه، نتمنى هاد المائدة المستديرة من أجل اللي يحضروا فيها واحد مجموعة ديال الإخوان، مجموعة ديال المنتخبين، المحبين، المسؤولين ديال الأندية، مجموعة من التلة من الفاعلين الاقتصاديين. هاد الندوة هادي الموضوع ديالها هو يعني حول إقلاع الرياضية والنهضة الرياضية بالجهة وبأكادير بالخصوص. كان طبعا مرت هاد اللي حضروا تقريبا واحد 30 ديال المسيرين وديال الفاعلين. كانت هاد الندوة كتدور حول
كما قلنا الإقلاع الرياضي والنهضة الرياضية بالإقليم وبالجهة. ومرت هاد المائدة المستديرة في جو من يعني المسؤولية، في جو أخوي، الدولة فيها وفتحنا نقاش حول هذه الوضعية، خصوصا أن كتجي مباشرة بعد النجاح الكبير اللي حققه الفريق الوطني في قطر، واللي كان كيشكل هذا النجاح كيشكل حافز الأندية على مستوى الوطني لطبعا المزيد من وبذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالرياضة على الصعيد الوطني. وبطبيعة الحال هذه المائدة المستديرة أو هذه المداخلات غادي تلامس تشخيص ديال الرياضة في الإقليم، وغادي تكون طبعا موضوع يعني خلاصات ومواضيع من أجل أننا نستفدوا كلنا من هذه الخلاصات في لقاء آخر. وقد عبر جميع المتدخلين عن سرورهم وسعادتهم للمشاركة في هذه المائدة المستديرة. بطبيعة الحال هذا اللقاء اللي كينظموا أكادير ميديا واللي حضروا هاد النخبة من المسؤولين على المستوى الرياضي، كان الغرض من ذلك هو كما قلت الإسهام في الارتقاء بالرياضة بالجهة، والكلام طبعا دار حول وضعية الحسنية وضعية الفروق، وسوف طبعا نتمكن جميعا من أننا نساهم في هذا الارتقاء بالرياضة بالإقليم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.